ويلي 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 الحي ويلي على قصتي ويلي الناس ينجبوا الفوق، انا ما عاد غادي ندب من الجناب ولا غادي ندب انا من تحت. زوينه؟ لا والله العظيم الا زوينه، لا والله العظيم الا هادشي اللي كتقولي فيه سمن وعسل. الله يرضي عليك وصافي، سيري انا راضي عليك ابتي حليمه. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. شوف دابا فاقت هاد الصباح بدات كتنطل ليا، شوف مخاش قال لي ديري. يلا هلا يلا سيد يلا، راه حليمه كتفقسني، راه كتفقسني كتفقسني كتفقسني، راه ما كرهتش نشي داون ون 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 أقدر نخاف نشد دو وتفرشخني، راه كتغلبني مسخوطه كتغلبني عريضه وطويله بحال تا خليوني راه دايره بحال شي جمل. ودي لو وريت ليك بحق مول انا تتهربوا ما تبقاوش تجوع عندي هاد القناه. ودي ودي دحلي ما دي ترى عرفتي راه كتفيق الصباح كل صباح تفيق كيبان ليها شي بلان، كيبان ليها شي قرار، كتبغي تصدر شي قرار في حقي وفي حقها. قالت لك حق الواد نوضوا نحرقوا. يلا مالنا اختي مالنا مالنا بالك على الحريق؟ اه اش غتحرقي؟ دخلت عليك بالله اش باغي تحرقي؟ اه باغي تصيفطي ندير الحبس؟ قولي اش باغي تحرق؟ وجاوبين التدوين التدوين غادي نوض ما عرفتش غادي ندير لك اش باغي تحرقي بالسلام؟ اه اش باغي تحرقي الدار؟ اشنو؟ نوض اش غنحرقوا اش غنحرقوا عباد الله انت واش باغي تصيفطيني بخمس سنين؟ انت كيفاش نوض نحرقوا؟ اش غنحرقوا؟ نحرقوا اوروبا. شافي شافي قولي من الصباح تسحبك باغي تحرق لي الدار. ويلي ويلي مشيت بعيد انا ترى كنلمح عليك ما مديوش عليا راه بدي ترى ودي وضح الكلام حطينا في السياق ديال الحديث. اي قولي لي خاصنا نمشيو نخرجوا من المغرب نمشيو لفرنسا ولا نمشيو الميريكان ولا نمشيو لسبليون ولا نمشيو لشي بلاص ياك ولا لا؟ هذا هو القصد ماشي نوضو نحرقو. او تي مالكي انت ما تعرفيش الدويو؟ ترى فمك يقدر يصيفطك بعامين ديال الحبس على هاد الهضره اللي كتقولي. ما تعرفيش الدوي ما تبقايش دوي صافي، اللي ما يعرفش يدوي ما يدويش يسكت صافي. زوينه نوضو نحرقو قلت احنا حرقنا فين غنحرقو بالسلام؟ يلا مالك هاد البلاد ما عجبتكش في السلامة؟ ما عجبتكش البلاد؟ ما عجبكش اخنوش علاش بالسلامة؟ صار عندك الساعة هو كيرفع كيرفعنا كيرفع كيرفع الأسعار ويرفع المغاربة ويرفع الفقراء ويرفع كل شيء. عندك الساعة هو راه كل صباح كيفيق كيزيد دارهم في المازور لا كل صباح. لا زعما تبارك الله عليه وسافر. لا عندك الساعة شاد نقطة هاد القضية اللي قلتي متفق معاك فيها. لا كيرفعنا كيرفع كل شيء. لا يرضي عليه هو راه جا باش يرفعها صافي، ما جاش هو باش ينصب جا يرفع وصافي راه سير يرفع فينا غير بشوية بشوية. عقلتي ليك النهار بكي حليك ما فاش قال لنا اخنوش المغاربة خاصني ندير لهم إعادة تتابي. دابا راه سير يربي فينا بشوية بشوية. لا سيري ربي سيري ربي من داكشي الرفيع والتربيه راه نجحات لي وغادي فيها مزيان وساكت وساقل وضارب الطم ويتفرقعوا الناس ولا ما يتفرقعوش ما كيهمهمش. لا هو عايش بخير لا غادي مزيان. شتي عادك الطبله اللي كان فيها مع الملك كان كيفطر راه فطر فابور باش تعرفيها. والصباح غيفيق غيزيد درهم. هذا هو اللي كل صباح ان شاء الله يزيد درهم، كل صباح يزيد درهم. هذاك المازوت ان شاء الله غيوصلوا 50 درهم لليتر. لا العادي ملي غيوصلوا 50 درهم هادشي اللي بان لي انا. ودي الزيت راه طلع والدي ترى كلشي طلع كلشي طلع ما كاين ارتفاع رفع 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 رفع. هاد الحمامه عنده اصلا هي كاينه في السماء داكشي علاش هو الاسعار بغى حتى هو يوصل من السماء. لا السقيت راه كيفكر بعيد بغى يشد دوك الاسعار ياك وبغى يزيد يرفع اكثر باش يولوا قد الحمامه وشوفوا شكون اللي غيسبق واش الحمامه ولا الاسعار. لا ولكن دابا راه الاسعار راه فاتت الحمامه فهمتيني. حنا خاصنا نوضوا نطيروا ابتي حليج ما نوضوا نخرجوا من هاد البلاد ياك ما عطاتناش. عندك الساعه عندك الساعه ودرك انت غادي تخرجي من هاد البلاد بيني وبينك. احنا خرجنا وهداك 20 مليون لمن غتخليها؟ انديوها معانا او كي غديري له راه ما يدوزوكش في السينتا. او الله ما يدوزوك في السينتا تهز 20 مليون اي ما يدوزوكش. واش توقع لا تسطيتي ولا مالك ولا لا دستي الفلوس راه غادي يبغوك ديريها في البنكه وانتي ما كتبغيش تحط الفلوسك في البنكه ما عرفت علاش ما كتيقيش فيهم تخافي من يديوها لك ياك.
ولا لا راه ما يمكنش، الفلوس راه ما كتبقاش عند بنادم شاده على الدور، راه ممنوع، راه تحصلك الدوله تجي تصيفطك الحبس. الفلوس راه خصهم يتحطوا في البنك، واش تهبلتي ولا مالك؟ ومون قال درك انا ينفق مع ديك 30 ديال الليل ضربني الفيقه عاد نود نشفرك. نشفرك هاو 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 ملي نمزق لك انا تا ما عمرك تيقي في كان. انا نقول لك من هنا شتي انايا اكبر شفار على وجه الارض، نقول لك كنسرق انا وكنسرق عارف لي صحيحه، وانت ما توقع انا هبلتي تي عايشه معايا 30 سنه وعاك تيقي فيا دخلت عليك فرن تي راكي هنيك يا والله العظيم الا راكي هنيك وكتلقى فيا ما الزغبيه. لا ما خاصكيش تيقي فيا انا راه شفار. لا 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 كيفاش ما نديرهاش؟ لا نديرها قالك، لا نديرها نديرها. يا راه تقدر دور لي في الخول نفيق مع الثلاثه ولا الاربعه ديال الليل انشفرك ونزيد. والسبع دقايا البرق. لا لا ندير ندير انا شفار معروف من شحال هادي غاتجي كتبغي تيقي فيا. انا ديما كنقول لك ما تبقايش تيقي فيا باش نعلمك من هنايا ونخبرك باش ما تجيكش الصدمه الكبرى. باش ما تجيكش الصدمه قويه. هذاك الشيء علاش انا كنحاول نمهد لك ونشرح لك باللي هي احسن. راه انا ما فيهاش تيق نقول لك منا، ولا سرقتك انا ما نخليش اللي سرقك، ما نخليش لي يقرب لك، ما نخليش لي حتى لك يدو. والله يا والدي شي واحد وحط لك يدو تن 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 تجبد معاه يا تحبيني انا ساهل. انا ما نبغيش شي واحد لي يقيس لي انا يا مراتي، انا مراتي نضربها انا ونشفرها انا ونكريش انا، وما نخليش شي واحد لي يحط على يدو. زوينه خلينا البراني انا يجي يدي لي الفلوس ديال مراتي نديهم انا، انا اولى ياك ولد. هذيك فلوسك راه فلوسي وفلوسي ماشي فلوسك، وحنا عايشين بحال هكا مع بعضياتنا. ايوا راه هذه ديال الهضره ديال الصح والهضره المعقوله. واو انت ديك الفلوس راه غادي تبقيها خازنه وخازنه وخازنه ديما خازنه ديما خازنه، راه غادي تموت هي الصقعه وغتخليهم ليا. راه غتولي غادا الاقبر وكنبكي عليك ونقول شوف مسكينه حليمه ماتت مسكينه وخلات ليا فلوس. ودي 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 وغيبقى فيا الحال ملي غادي نشوفك انت ميته وانا فرحان، وانت غادا الاقبر ويحطوك في القبر وانا شارك نتمتع في الفلوس ديالك. ما فكرتيش جبتي حليمه ما فكرتيش. باش نقول لك ابتك حلق ما دوك الفلوس غاعطيهم لي دابا نضربهم انا وياك نضربهم صحاح. وهذا هو اللي كاين. حنت الا متي غادي يجيو خوتك يورثوا معايا، راه خاصك تفكري بعيد. مولا خاصنا نتمتعوا مع حدنا عايشين في الدنيا، ولا سبقتك انا الا متي انا الاول باش غنستافد انا من هذا الشيء كامل. هاد لافير كامله ديال 30 سنه اللي انا عايش معاك فيها اش غنستافد منها الا مت؟ انا وجوبين رحنا ولينا مقاولم. في الاخر تجيبيهم يضربوا عليا كسكس وانا بداو يقولوا الله يرحمك انا راجل مزيان، كنت خايب كنت شفار كنت ما مزيانش، حتى شي واحد ما يقول لي كنت مزيان. انا ما مزيانش، حط عليا الفلوس انا نضربهم دروك ما حد عايشين في الدنيا، ماشي تلوحوني في القبر وتكمدوني في هذاك ليزار ديال 6000 ريال ذاك البيض، وفي الاخر تلوحوني وتقراو عليا جوج معوذات وتجوا تضربوا البسطيله وتضربوا عليا الرفيسه وتقولوا احا الله كان راجل مزيان. ما مزيانش انا، انا ما مزيانش، نقول لك من هنا رزقي انا بغي رزقي انا يا محدي انا عايش في الدنيا انا، ماشي انا يجي يتمتع في واحد اخر. ومن قال درك انا نموت تنوض انت تتزوج وتمتعي واحد اخر بدوك الفلوس اللي عندك؟ ما فكرتيش فيا انت؟ انا راه كنفكر في كل شيء، انا راه كنفكر في الكبيره والصغيره. انت تحابيني ليا ساهل ولا ما تحابي؟ انت حاطيني الفلوس جبديني انا هنا الهضره الخاويه ديال والو.